هيا بنا لنعيش مع هذه الكلمة التي يلقيها على أسماعنا الداعية والشيخ والقطب والعالم فضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور أحمد دهشان وكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع الزقازيق وبوجوده معنا دائما نفخر وكأن خرجنا من الضيق وكيف لا وهو نعم الرفيق ونعم الصديق الأستاذ الدكتور أحمد دهشان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، استمعنا إلى آيات بينات من قارئنا المجيد بارك الله فيه من أول سورة الأنبياء، وهي سورة تبدأ بقول ربنا تبارك وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. هكذا يخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه منذ أن نزلت هذه السورة الكريمة المباركة في مكة المكرمة على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فقد اقترب للناس حسابهم. منذ 1441 سنة أو يزيد اقترب للناس حسابهم. وتؤكد الآيات في نهاية السورة ما بدأته هذه السورة المباركة، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، بجيب النهاية انه هيحصل وهيندم بعض الناس ويقولون: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فجاء التحذير الإلهي لكل من تسول له نفسه أن يظلم أحدا بل كنا ظالمين، أن يظلم أحدا أو يفتري على أحد، فقد خاب من افترى، كما استمعنا من سيدنا الشيخ عزت قبل سيدنا الشيخ محمود، وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما. هذه الخيبة تكون لأي ظالم تسول له نفسه أن يظلم أخاه أو يظلم جاره أو يظلم زوجه أو يظلم أباه أو يظلم أمه أو يظلم بهيمة حتى من البهائم. فإن كل إنسان سيأخذ جزاءه، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يعني هيحصل مخاصمة ويحصل مقاصة، ومقاصة يعني كل واحد اللي ظلم، ظلم بكلمة، ظلم بضربة، ظلم بأي شيء، سوف يقتص منه في ذلك اليوم، حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يعني لو نعجة لها قرون
نطحت نعجة ليس لها قرون فآذتها وآلمتها فإنها ستأخذ منها حقها يوم القيامة. بس الميزة إن لما بهيمة بتنطح بهيمة في يوم القيامة بيتاخد حق هذه من تلك، وفي الآخر إيه؟ تكون ترابا. الله تعالى يقول لها كوني ترابا ويخلص الحق على كده. لكن المشكلة في من يظلم أخاه في الإسلام أو أخاه في الإنسانية وبعد كده مش هيكون تراب يوم القيامة، لا ده هيخلد يا في الجنة يا في النار، ودي أكبر مشكلة ستقابل من ظلم أحدا ولم يتب إلى الله عز وجل. بل إن هذه المقاصة فيها شيء غريب، أسأل الله تعالى ألا نكون من أهله أبدا. إيه الشيء الغريب ده؟ لو حضرتك طلعت أو أنا طلعت على حضرتك إشاعة أو أنت حرامي أو مثلا عملوا يعني أنت مسكوك مع مش عارف مع مين أو عملت كذا أو كذا وهي ما حصلتش، قال صلى الله عليه وسلم من ذكر امرأ بما ليس فيه بما ليس فيه ليعيبه به حبسه الله يوم القيامة في نار جهنم حتى يأتي بنفاد ما قال فيه. تخيل بقى لما انت تتهم واحد انه حرامي ويفضل حرامي مثلا لزق فيه التهمة دي حوالي سنة وهو مش حرامي اصلا ويفضل مشهور بانه حرامي على كلامك انت وبسببك انت وفضلت لزق فيه التهمة دي او الاشاعة دي سنة، سيحبس قائلها سنة في نار جهنم حتى يأتي بنفاد ما قال فيه. من ذكر امرأة بما ليس فيه ليعيبه به حبسه الله يوم القيامة في نار جهنم حتى يأتي بنفاد ما قال فيه. انت حر بقى، عايز تبلغ بلغ ان هو مش عارف بنى مش عارف ارض زراعية والله مش عارف عمل ايه والله سوى ايه، اللي عايز يعمل حاجة يعملها لانه سوف يحاسب عليها يوم القيامة. وهنا لابد أن يعود الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى، لأن هذه الغفلة التي ذكرتها السورة في بدايتها اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة وفي الآخر حيندموا ويقولوا يا ويلنا قد كنا في غفلة. لا، ما تندمش، ما توصلش لدرجة الندم، معاك الفرصة سانحة أن تعود إلى الله وأن تتوب إلى الله وأن ترد المظالم إلى أهلها وأن تستغفر ربك مما فعلت، سواء فعلت أي شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى. كل واحد عارف نفسه عمل إيه يعود فيه إلى ربه تبارك وتعالى. فإذا كانت الساعة ستأتي بغتة فإن ساعتك أنت ستأتي بغتة، مش بس الساعة ستأتي بغتة اللي هي خلاص هتقوم القيامة، لا، كل واحد فينا ستأتي ساعته وستأتيه بغتة. ولذلك الصالحين ما كانوش يخافوا أبدا من موت الفجأة. ليه؟ وهو وقت ما يجي يا هيلاقيني بعزي، يا هيلاقيني بزور أختي، يا هيلاقيني بزور عمتي، يا إما بصلح بين اتنين، يا إما بقرأ قرآن، يا إما بصلي، يا إما بعمل أي حاجة ترضي الله. فمرحب بموت الفجأة في أي وقت. اللي يخاف من موت الفجأة مين؟ اللي هو مش مستعد، اللي مش مستعد للقاء الله تبارك وتعالى. لذلك بتجد بعض الناس أول ما تتكلم عن الموت يقول لك يا عمي غير على السيرة دي، اقلب. ليه؟ لأنه أصلا مش مستعد، فخايف حتى من السيرة نفسها. لكن المستعد لا يخاف أبدا. ولذلك لما سيدنا بلال رضي الله عنه حصل له إغماء كده، فزوجته فكرت إنه مات، فبتقول وجملاه، فلما أفاق وسمعها قال لها لا تقولي هكذا ولكن قولي وطرباه غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. أنا عارف أنا رايح فين، أنا ما تزعليش علي وما تخافيش علي. ليه؟ أنا أول ما حموت أنا حاجز مكاني فين بالضبط، لأني قدمت من الأعمال ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل.
أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونتغمد الراحلة الكريمة بواسع رحمته. أمنا الغالية الرحيمة الودودة الغالية الحجة زينب رحمها الله، اللهم اغفر لها وارحمها. جاء في الأرض عن جنبيها، أبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، إن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، شكر الله سعيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذنا الدكتور أحمد دهشان، ومن يملأ المكان ويسعد الوجدان إلا من كان بحر علمه مليان. شاكرا لسيادته وفضيلته وكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالزقازيق، كما أشكر أيضا لآل العرين الذين وصلوا من بلبيس الحاج عصمت العريني، وكذلك الحاج شاكر عبد اللطيف الذي يعتبر الراحلة الكريمة والدته، وفضيلة شيخ خليل صبري خليل نيابة عن فضيلة شيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف.